في سؤال بيقول ايه هي انواع الريبورتات اللي المفروض بقدمها للمدير المشروع وبتكون كل قد ايه؟ تمام، في عندنا مشروعات، في عندنا ريبورتات يومية، في عندنا ريبورتات أسبوعية، في عندنا ريبورتات شهرية. الريبورتات اليومية اللي هو الديلي ريبورت اللي بيقدمه، المفروض اللي بيقدمه المقاول عن الإكويبمنت وعن ال بيقدمه الـ HR، اللي بيقدمه عن الإكويبمنت وعن الـ human resource الموجودين في البروجكت ده، ديلي بيتقدم من الكونتراكتور للبروجكت مانجر. في برضو اللي هي الحاجات اليومية، مثلا زي الاتندنس، زي دي برضو، ده برضو حاجة يومية. في الريبورتات اللي هي اللي بيسموها الباي ويكلي او الويكلي على حسب الاتفاق مع مدير المشروع. يبقى عند حضرتك بتقدم مثلا باي ويكلي، بتقدم الانسبكشن ريكويست او الماتيريال اوف انسبكشن اللي اتسلمت في المشروع. ده مهم جدا ان هي تتقدم بير ويك، علشان ما ينفعش ان هي تفضل مستنيه عليها شهر مثلا، وبعد كده تقول ان انا عندي كان عندي مشكله مثلا في كام RFI او كام انسبكشن ما تسلموش. مهم جدا ان احنا يبقى في عندنا ريبورتات مونثلي لازم تتقدم كل شهر للبروجكت مانجر، يتقدم فيها الستاتس بتاعت الشوب تون، بتاعت الاسبلت، بتاعت الماتيريال اوف سبميتال، الريكوست فور انفورميشن، فكل السبميتال اللي بتتسلم، علشان تقدر ان هو يطلع منها الستاتس بتاع البروجكت، يطلع منها المونثلي ريبورت اللي بتتقدم للكلاينت او لو المقاول بيقدمها للكونسلتنت. فكل الريبورتات دي بتبقى قايمه اصلا على السكادولز اللي موجوده في المشروع، على الكوست بتاعه المشروع، على الانفويسز اللي اتقدمت واتوافقت عليها، وهو المفروض ان هو كونسلتنت اعتمد فلوس قد ايه وما اعتمدش قد ايه. كل الريبورتات دي بتتقدم شهريا للبروجكت مانجر، علشان يقدر ان هو يبقى عارف الستاتس بتاع البروجكت بتاعته لحد ما